ظهر فن الزجاج المعشق منذ 16 قرنا في العديد من الحضارات شرقا وغربا، وبدأ الاهتمام به لما يقدمه من لمسة جمالية للمكان، علاوة على ما يعتبره أتباع بعض الديانات والحضارات بأنه يعكس النور السماوي. نعم، مدينة تروا الفرنسية تعرض فن الزجاج المعشق عبر العمل على ترميم تحف أثرية في مشروع استمر لمدة 4 سنوات لإحياء جواهر معمارية ملونة فريدة من فترات ووظائف وأنماط مختلفة. مراسلتنا في باريس والتفاصيل. الزجاج المعشق، هكذا يسمى فن التراث الزجاجي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع. تحييه مدينة تروا الفرنسية عبر ترميم أكثر من 60 قطعة من النوافذ الزجاجية باعتبارها أثاراً تاريخية. الهدف هو إظهار والحديث عن هذا التراث لتوضيح الجهود التي يبذلها ملاك هذه القطع والبلديات للحفاظ على التراث لنقله واستعادته بصورة جيدة. ولذلك عندما نتحدث عن التراث فإننا نتحدث أيضا عن صناعة هذا الفن الحالي والتي لا تزال موجودة وتتجدد. تختلف مراحل إنشاء النوافذ الزجاجية الملونة حسب التقنيات التقليدية التي تطورت عبر العصور، وتعتمد على تشفير المفردات المقدسة والتي يعتقد أنها تبعد ما هو ضار. أصبحت النافذة الزجاجية المعشقة وسيلة لإلقاء الضوء على المبنى ورمز للحضور الإلهي في المبنى. الزجاج المعشق هو الوسيط الذي يحول الضوء المادي إلى ضوء إلهي، أي أن الزجاج المعشق سيحول شيئا عاديا إلى شيء مبهر، وهنا لدينا هذا الشيء وأيضا تأثيره على المكان. الأمر المثير للاهتمام هو أننا ندرك أن فن الزجاج المعشق ليس خاصاً فقط بالغرب المسيحي، بل هو في الواقع فن تم تطويره في قارات مختلفة وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط. لدينا في مصر، في اليمن أو في مناطق أخرى بتقاليد قديمة جداً. تاريخ الزجاج المنفوخ هو في الحقيقة تاريخ الشرق الأوسط. الاختلاف بينهما وبين هذه أنها ليست رسومات مجسمة بل تمثيلات نباتية أو رموز، لكن في رأيي هناك مساحة مقدسة للتأمل حيث نريد الانقطاع عن الحياة اليومية، فمن السهل القيام بذلك بوجود الزجاج الملون المعشق. نفس هذا الفن العتيق نجده في الزجاج المعشق لدى الزخرفة الإسلامية، ممثلاً هنا بتحف مصرية، وهو ما نجده في المساجد القديمة والحمامات، وتختلف تقنيات إنجازه من الشرق الأوسط والغرب. للزجاج المعشق رسائل روحانية ترمز لإنعكاس النور الإلهي على المكان، وسواء كان هذا الفن حاضراً هنا في البلدان الغربية أو في البلدان الإسلامية، فهو فن يستوجب الحفاظ عليه وإحياؤه كتراث ثمين. فاطمة بلعيد، تلفزيون مملكة البحرين، مدينة تروا.